قال الأمين العام للأمم المتحدة إن افتقار مجلس الأمن لوحدة الصف بشأن قطاع غزة قوض سلطته بشكل قاتل. وخلال كلمة له أمام الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد جوتيريش أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح الفلسطينية سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات لقطاع غزة. افتقار مجلس الأمن لوحدة الصف بشأن غزة قوض سلطته ربما بشكل قاتل. المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله. إن الهجوم الإسرائيلي الكامل على رفح الفلسطينية سيكون المسمار الأخير في نعش مساعدات غزة. نؤكد دور أونروا الأساسي في توزيع المساعدات داخل قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية لغزة غير كافية، ومنع توزيعها سيؤثر على ملايين المواطنين. Thing in common.